نرفض الرئيس المنتخب. الشارع لمن؟ الشارع لنا. هكذا عبر آلاف المحتجين على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في عدة مدن أمريكية لليلة الثالثة على التوالي، معبرين عن غضبه من تصريحاته النارية والمثيرة للجدل في الغالب عن المهاجرين والمسلمين والنساء. أنا أرفض هذا الرئيس لأنه لا يمثلني، سيضرب كل حقوقنا ومكتسباتنا عرض الحائط، كما أنه يهدد حقوق أصدقائنا من الأقليات. الشرطة الأمريكية قالت إن شخصا أصيب بالرصاص خلال مظاهرة مناهضة لترامب في بورتلاند لدى عبور المحتجين لجسر موريسون، والذين كان معظمهم من الشباب وطلاب الجامعات. وبعد أن اعترفت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بهزيمتها في ساعة مبكرة يوم الأربعاء، انتهج أسلوبا أكثر ميلا للمصالحة مما كان عليه خلال حملته الانتخابية، ووعد بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين. لكن المتظاهرين المناهضين لترامب يخشون كثيرا أن تكون فترة رئاسته نذيرا بتعديات على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.